لي زوجة قائم عليها بكسوتها وأكلها وشربها ومسكنها، ولكن تطلب مني فلم أستطع، ويحصل بيني وبينها مشاكل يوميا، وإنني كرهت دخول المنزل بسببها، فطلبت مني الطلاق وهي حامل الشهر التاسع، وأنا مستخدم ذلك وعملت معها المستحيل لأرضيها ولكنها ترفض، أفيدوني جزاكم الله خيرا. العاقل كريم الأخلاق يعينه الله على إرضاء زوجته بكلام طيب والألفاظ المعسولة الحسنة والسيرة الحميدة والعصا الطيبة، وتهدأ بعد ذلك. المرأة ضعيفة متى رأت من زوجها اللطف والإحسان والعصا الطيبة ولين الكلام والوعد الحسن طابت أخلاقها واستقامت أمورها، لكن مع العنف والشدة والتكبر وعدم المبالاة بكلامها هذا يزيد الدين الطين بلة ويسبب طول المشاكل واستمرار المشاكل. فينبغي للرجل يكون عنده لين وعنده عطف وعنده لطف وعنده رفق وأسلوب حسن. أبشري إن شاء الله يتيسر، أبهليني إن شاء الله يتيسر، أبشر بالخير يا بنت فلان، يا أم فلان أبشر بالخير، كلام طيب لسان حسن ولو كذب ما يضر، لا بأس أن يحددها ويكذب حتى يفتح الله عليه ويسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أم كثير رضي الله عنها بنت عقبة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في ثلاث، ما سمعت رخص من كذب إلا في ثلاث، ثم ذكر من الثلاث حديث الرجل امرأته وامرأة زوجها. المرأة الأولى في الحرب، والثاني في الإصلاح بين الناس، والثالث في حديث الرجل امرأته وامرأة زوجها. فلا بأس أن يحدثها فيكذب، وأن تحدثها فيكذب إذا كان فيما يتعلق بهما وخاصتهما وما يرضي أحدهما عن الآخر، فيقول سوف أفعل، سوف أشتري لك كذا، وسوف أفعل كذا، وسوف أفعل كذا، وسوف نشتري في الله ونستعيد له مناسبة كذا، يعني تعيد أوعاد حسنة ولو في نيته إنما يفي بها لأن عاجزة، لكن من باب تطيب الخواطر ومن باب الإحسان ومن باب اللطف ومن باب تلبية الرغبات ولو بكلام طيب حتى يفتح الله جل وعلا. والمهم كل لين الخلق، حسن الخلق، طيب الكلام، عدم العنف والشدة. نعم، لكن هل الأولى تركه يا شيخ؟ نعم، هل الأولى تركه؟ إذا ما دعت إليه حاجة لا بأس، الأمر واحد جائز، إذا ما دعت إليه حاجة لا حاجة الكريم، لكن إذا دعت إليه حاجة لا بأس.